خالتي مساء الخير. خالتي والله يا خالتي النهارده لما اميزك قدام اهلك وحبايبك. بصي يا خالتي الطريقه دي، بصي عشان بحبكم انا، بصي جايبه لك طريقه من الاخر. بطاطس صغيره كده وتسلقيها، هو كيلو بطاطس مش هنكتر عليكي، ماشي؟ تستوي وتشكيها بالشوكه او بالخلة السنان دي، تجيبي كوبايه ميه، كوبايه زيت، كوبايه خل في قلب بولة. بعد كده يا خالتي بصلاية، وبعد البصلاية 5 فصوص ثوم، وبعد 5 فصوص ثوم دول نعمل ايه؟ رشة ملح، ما تكتريش الملح، خففي من الابيضين، وبصل اخضر العرش بتاعه، وحبة بقدونس، وقرن فلفل احمر، واتنين ورق روري، وروز ماري، وتقلبي الخليط الجميل ده، وتجيبي لك بقى برطمان تكوني مش عايزاه، تكون ازاز، وتحطي الخطوة التانية، اصبري، البطاطس بس قبل ما تحطيها تخرميها كده، ماشي؟ علشان الخليط يتغلغل جواها. متفقين؟ يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، مستعجلين. ونقوم حاطينه في البرطمان، وبعد ما نحطه في البرطمان هنحط الخليط الجميل. طبعا لازم، خليكي معايا يا خالتي، معلش انا هطول عليكي، معلش. ونقوم حاطينه في البرطمان، تمام. وبعد كده احنا هنقفل البرطمان. طب هنعمل فيه ايه تاني؟ هنعمل ايه؟ نقوم مغطينه. يلا يا بنتي، بعد ما نغطيه نحطه في التلاجة 24 ساعة، وبعد كده تطلعيه والهنا والشفا جنب اي اكل. بصي ما اقولكيش، هي طريقة جامدة الصراحة، اسفل الاطالة، وبحبكو جدا، وبالهنا والشفا اللي يجربها يدعيلي.